بدينا من جديد بالعودة إلى مادة نيترات الأمونيوم. هي المادة التي تسببت بهذا الانفجار في مرفأ بيروت، يصفها الخبراء بأنها مادة مؤكسدة تزيد من الاحتراق وتسمح للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر، وهو ما يفسر ضخامة الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت. على كل تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع معك عبد العزيز. بالفعل غوا نيترات الأمونيوم مشاهدينا هي عبارة عن حبيبات بيضاء شبيهة بالملح، وتتم صناعتها بتكلفة قليلة عن طريق مزج الأمونيا وحمض النتريك، وهو مادة كيميائية صناعية أقوى من البارود بأربعة أضعاف. عادة ما يتم استخدام نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة لأنها مصدر غني بالنيتروجين للنبات، كما تدخل في صناعة المتفجرات. التخزين السيء وزيادة الكميات قد يؤدي إلى انفجار هذه المادة بعد ارتفاع حرارتها وتفاعلها مع الأكسجين. أما المواد الكيميائية الناتجة عن هذا الانفجار تتبدد في الجو سريعا، لكن بعض الملوثات قد تظل موجودة مثل أكسيد النيتروجين المضر بالجهاز التنفسي، كما يتسبب بتشكل سحابة حمراء فوق موقع الانفجار. يمكن أن تتسبب في هذه المواد بظاهرة المطر الحمضي الذي يضر بالبيئة والناس. ووفقا لصحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، تلتزم دول عدة في الاتحاد الأوروبي إضافة كربونات الكالسيوم إلى نترات الأمونيوم، وهذا عند تخزينها لأنها تتحول إلى مادة أكثر أماناً. عودة إلي